نعم وصلت وصلت الآن الحافلة الأولى وصلت الحافلة الأولى وصلت الحافلة الأولى الآن وصل المحررون المحررون وصلوا وصل المحررون الآن إلى نقطة سيطرة الدولة السورية هذه الدفعة الآن وصلت وصلت الدفعة وصلت الدفعة النساء والأطفال أبناء وأمهات وصلوا بسلام وصلوا بسلام سينقلون فورا سينقلون فورا الآن أمهاتنا وصلوا الآن أمهاتنا وصلوا الآن أمهاتنا النساء والأطفال والمخطوفين المحررين وصلوا الآن إلى نقطة الجيش العربي السوري لك برح الحمد لله على السلامة الحمد لله على السلامة مبروك 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 النساء والأطفال وصلوا الآن إلى نقاط الجيش العربي السوري تخرج هذه الحافلة الآن هذه هي الصور الأولى الآن عائلات مبروك مبروك النصر مبروك النصر تنتظرون على مدار السنوات الماضية وصل المخطوفين المحررين الآن الدفعة الأولى الدفعة الأولى وصلت تنتقل الآن الصالة نفديك يا بشار بالروح بالدم 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 نعم نعم وصلوا الآن إلى بشار بالروح الجيش العربي السوري نفديك يا بشار وننتظر على مدار نفديك يا بشار بالروح أنا آسف جدا يعني مفهوم هذه الدموع حقيقة ربيع أنت يعني رابطت مع الأهالي أربع سنوات من الظلم والقهر وصلوا الآن إلى نقاط الجيش العربي السوري باتوا بين زملائهم وأبنائهم في الجيش العربي السوري نفديك يا بشار بالروح بالدم 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 يا بشار بالروح بالدم هذا هو النصر نصر أبناء الجيش العربي السوري نفديك يا بشار بالروح نصر بالدم نفديك يا بشار بالروح نفديك يا بشار أهالينا هي البشرى لهم سينتقلون فورا إلى صالة الفيحاء في دمشق ليتلقوا الاحتفال والتكريم بعد الصمود في معتقلات كفار وارهابيي جيش الاسلام على مدار السنوات الماضية يحق لنا ان نبكي ويحق لنا ان نفرح ايضا الله سوريا وبشار الله سوريا وبشار بارتلاتي ما بنختار بارتلاتي ما بنختار الله سوريا وبشار الله سوريا وبشار نفديك يا بشار بالروح بالدم نفديك يا بشار شيلوا ربيع شيلوا ربيع يا بشار ليك يا استاذ ربيع يا عمري عليك طول بالك طول بالك طول بالك خير
إذن تابعنا وإياكم المشاهدين الكرام اللحظات الأولى لوصول أول دفعة من المخطوفين الذين كانوا لدى كما قال ربيع كفار وإرهابيي جيش الإسلام مفهومة.